اللي هو يكون فيه سلس أو امرأة تكون مستحاضة، هذا يسمونه حدث دائم، يعني لا يملك الإنسان أن يمنعه. فيه سلس مرض ينزل البول بدون إرادة، تخرج الريح بدون إرادة، هذا يسمى سلس. أو استحاضة بالنسبة للمرأة أيضا استمرار نزول الدم وهي تجب عليها الصلاة. فهؤلاء الأفضل أنهم يتوضؤون بعد دخول وقت الصلاة، ما يتوضأ قبل دخول الوقت خروجا من الخلاف، وإنما إذا دخل وقت الصلاة يتوضأ ويصلي حتى لو خرج منه هذا الريح أو البول أو الدم أو الصوت دون إرادته، يعني رغما عنه لأنه سلس، فإنه يصلي على هذه الحال.